لاعب نادي حرس الحدود تحت مواليد 96، لعبت كرة من عند 14 سنة. أنا كنت مساعد لمواليد 93 ومساعد ل 21 سنة، فتقدم لي اتحاد الشرطة بعرض، فنادي الحرس رفض. الكابتن جمال قال لهم دي ابن النادي والنادي أحق بيه، في إم بي وكان فيه النادي الاتحاد وكانت سموحة، وكان فيه ناس برضه مكلماني برضه أروح دبي في الإمارات. راتب الموتوسيكل دخلت في عربية واترميت على الطريق، جبت يطلع نص ساعة أنزف على الطريق وما فيش حد لحقني ولا حاجة، لحد ما جت الإسعاف حولتني من هنا، اتحولت إلى مستشفى تسوق العام. مستشفى تسوق العام ما قابلتنيش، حولتني إلى المستشفى الميري في اسكندرية. قعدت في المستشفى الميري من الساعة 5 لحد الساعة 7 تاني يوم الصبح. انزف ما بيعملوش اي حاجه خالص. عمليه اولا لو كنت اتلحقت ما كانش يحصل بتر حاجه، كانت شرايح ومسامير، بس سنين الوقت اتاخروا بيه وما حدش نكزني ولا حاجه، فحصل تلوث للجرح وحصل تسمم ليه، فحصل عمليه البتر من فوق الرب. عايش مع الوالده وانا الكبير وانا اللي بصرف عليهم وانا اللي كنت متحمل كل حاجه. كنت مركز مثلا 3 ايام في الاسبوع، فالمسافة من هنا لإسكندرية بعيدة ومحتاج مصاريف، فلابد يكون طبعا الوالدة كبيرة وما تقدرش تشتغل، وأنا اللي كنت مضطر أصرف على كل حاجة، وأنا اللي كنت مضطر أصرف على كل حاجة وأصرف على إخواتي. إخواتي كانوا في التمرين، إخواتي كانوا في التعليم، فلابد كان في واحد يصرف عليهم، فأنا كنت بغيب بعد يوم كده أطلع أشتغل فيه عشان أوفر مثلا حاجة ليهم، وحاجة أوفر حاجة ليا أعرف أصرف منها في التمرين. وما طلبت منهم حاجات كده يعني، فيهم بعد الناس عملوا يعني، طلبت منهم ورق وكده يثبت إن أنا في النادي وكده، فاللي هو يحيى لقاني مشكورا جنب الواجب وجنب الكابتن عامر المقدم والكابتن محمد الخواجة، باتصالي دايما ولمني مبلغ من بعض كده وساعدوني بيه، وزملاتي بيتصلوا ويطمنوا عليا. انا طلباتي من النادي انهم مثلا ينزلوا الي بقلب رحمه ويعوضوني مثلا ماديا، او يعوضوني على الحاجه اللي فقدتها ديت، اي حاجه بس تساعدني على المعيش، يوظفوني او يعملوا لي راتب شهري يساعدوني الحياه. قال لي انا عايز اقدم في حرس الحدود، خدت ورحت لعبت ضربه كده في النادي اسكندريه مضيت على عقد كده، وكان بيحب النادي وكان بيحب النادي وبيحب زمايله وبيحب حرس الحدود، وكان جه الناس حبيبه النادي ليه بدانا من لا يا مدر، مش هسيب زمايله، انا بحب الحرس وبحب الجيش وبحب بحب زمايله وبحب اصحابي. حالا زي ما انت شايف يعني اي انسان يتمنى ان هو يقف معاه، هو حتى دلوقتي بيقول لي احنا مش عارف انت قعدت وتاخرت وتقول ده حقك علينا، واجب وحقك علينا، حقك على كل انسان محترم المفروض يشوف حاله محمد، يجي يشوفه ويشوف الوضع اللي هو فيه ويقف معاه. هو كان معانا في المدرسه الاعدادي وكان كمان نابغه من اول يوم، ومستواه ما شاء الله في كره القدم، حتى لما خدنا دوره بيبسي كان مش عاوز اقول لك مندوبين الانديه كلها كانت بتيجي وراه، واحنا كان بالنسبه لنا يعني محمد ده كان بالنسبه لنا حاجه ان هو يعني ايه هيبقى مثال للاولاد الثانيه، بس قدر الله ما شاء فعل. Thank you.